السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. بعد ما أنشأنا بالمحاضرة السابقة الريزرفوار، لما إحنا قلنا نحول من الفيزيكال للأوبريشن، راح نلقى كل الملفات تقريبا مغلقة، فشون نفعلها؟ تعلمنا شون أفعل أني أو أنشأ أوبريشن جديد أنا أشتغل عليه. مثلا أنا أريد أنشأ أوبريشن خاص للهايدرو باور، أنشأ أوبريشن خاص للأوتلت، أنشأ أوبريشن يعني لكل من أوبريشن أشتغل عليه. فقلنا من هنا نروح نقول له نيو أوبريشن، وتعطي اسم الأوبريشن يحفظ لك إياه هنا تلقائيا اسم الاوبريشن، او يفعل لك هاي الملفات، وتعلمناها بالمحاضره السابقه. تجي هسه احنا عندنا فلوت كنترول، عندنا الكونزرفيشن اللي هي الحالات الخاصه. نجي احنا بدنا نطرول خاصه بيها، شلون اني انطرول؟ محاضرتنا اليوم لهذا اليوم العفو انه اد رول، اضيف الرول، شلون اضيفهن؟ اليوم انا اريد الفلوت كنترول اذا كنت اشتغل اوبريشن والخزانات، اذا كنت اشتغل مثلا هايدرو باور، اروح على اي خيار من هذا الخيار؟ اقول له اد نيو رول، عندك هاي الرولات فقط، فيفعل يفتح لك رول فرعي، مثلا هسه انا ضمن الكونزرفيشن راح افتح رول، شو اقول له؟ اقول له اد نيو رول، تمام؟ او استخدم الرول الحالي، اد نيو رول، يقول لي اد نيو رول، شنو اسمه؟ مثلا خلي اسميه هايدرو باور، تمام؟ فانطيه هايدرو باور، اسمي اسمه، انا هسه الشغل مالتي دبليو اي ار، اريد ضمن الهايدرو باور، يقول لي ريلايز اوبريتد، منين اخذ لك اياه؟ عندك حديثه ريزرفوار اللي انت اشتغلتهم بالفيزيكال هنا، وعندك اشتغلت اوتلت كنترول، وعندك اشتغلت باور بلانت، واشتغلت حديثه ريزرفوار، فانا منين اقول له؟ اقول له خذهن من الباور بلانت اللي اشتغلتها بالفيزيكال. يقول لي شنو نوع التايب اللي انت تريد هنا تحررها؟ باور تايم سيريز، شو تريد انت؟ باور تو ذا تشينج ليميت، الفاكشن ريلايز ايش قد متحرر؟ فهو الريلايز. اقول له اوكي، لاحظ فتح لك هذا الباور الجديد، اوكي؟ لا تلاحظ هنا هذا الهايدرو باور هسه راح نشتغل عليه، الليمت تايب ماكسيموم لو مينيمم واللينير، هنا ايش قد الريلايز المتحرر وهكذا، ان شاء الله راح ناخذهم بالمحاضره الجديده، هسه بهذه المحاضره بس علمتكم شلون تفتح انت اي رول جديد، انا ضمن الانكتف، افتح رول، افتح اضيف اي بوك، اني ثينج يعني، عندك هواي امور، كذلك تقدر تحذف الرول. تغير اسمها للرول، تحذفها من الزون نهائيا، تمام؟ فمن هاي الامور تقدر تضيف. انا هاي الامور دا اسويها بفيديو يعني واحدها منفصل عن البقيه حتى تكون واضحه للجميع. اذا عندكم اي سؤال او استفسار ضمن اضافه رول معين ضمن الاوبريشن الخاص بالاوبريشن ليمت ضمن الريزرفوار نتوركر، تقدرون تراسلونا على القناه وان شاء الله نجاوبكم. نلتقي بكم بالمحاضرات القادمه، دمتم بامان الله وحفظه.